بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، درس اليوم عن قاعدة أسماء الاستفهام والتي سبق وتم أخذها الواردة في الكتاب صفحة 75. ما هي أسماء الاستفهام؟ أسماء الاستفهام هي أسماء نستفسر بها أو نسأل بها عن شيء أو أمر معين. هذا الشيء يحتاج إلى إجابة، سؤال يحتاج إلى إجابة، تنتهي بعلامة السؤال. تقسم أدوات الاستفهام إلى قسمين، أسماء استفهام وحروف استفهام. وأسماء الاستفهام أو حروف الاستفهام لهما حق الصدارة. ما المقصود بحق الصدارة؟ أي أنهما دائما تأتيان في بداية الجملة، أول الجملة، فلا يجوز أن نقول مثلا يتعلم التلاميذ أين، وإنما يجب أن نقول أين يتعلم التلاميذ، لأن أدوات الاستفهام لا حق الصدارة، دائما تأتي في بداية الجملة. ما هي أسماء الاستفهام؟ أسماء الاستفهام هي متى التي نسأل فيها عن الزمان. فمثلا نقول متى تناولت طعامك، يكون الإجابة بإيش؟ تكون الإجابة بوقت. تناولت طعامي على السابعة مساء، تناولت طعامي على السابعة مساء مثلا. أين نسأل فيها عن المكان، أين تسكن، أين كانت رحلتك، نسأل فيها عن مكان. كم نسأل فيها عن العدد، كم عمرك مثلا، كم قلما اشتريت، نسأل بها عن عدد، نحتاج إجابة فيها عدد. من نسأل بها عن العاقل، عن العاقل يعني شخص. من كسر الزجاج؟ محمد، محمد شخص عاقل. ماذا نسأل فيها عن الشيء؟ وللتذكير كنا نسأل عن المفعول به بأداة السؤال ماذا، فنقول مثلا أكل محمد التفاحة، ماذا أكل محمد؟ التفاحة، أكل محمد التفاحة. فماذا نسأل فيها عن الشيء وكانت إجابتها عن المفعول به. حروف الاستفهام هل والهمزة هما حرفا الاستفهام الذي إجابتهم تكون دائما إما نعم أو لا. إذا أي إجابة تبدأ بنعم أو لا فهي تحتاج إلى سؤال يبدأ بهل أو الهمزة، مثل أمحمد موجود؟ لا تكون الإجابة محمد موجود، وإنما تكون نعم محمد موجود، أو هل محمد موجود؟ نعم محمد موجود، أو لا محمد ليس موجود. نأتي إلى إجابة الأسئلة الواردة في الدوسية صفحة 37. يتعلم التلاميذ في المدرسة. الآن الموجود هو الإجابة، تحتاج إلى سؤال. هل ذكر في هذه الجملة وقت؟ لا. هل ذكر مثلا اسم عاقل؟ لا. هل يسأل أو يريد أن يسأل مثلا عن الطريقة؟ لا. يتعلم التلاميذ في المدرسة. ذكر لي مكان، ما هو المكان؟ المدرسة. إذا نحتاج أداة سؤال نستفهم بها عن المكان. ما هي أداة السؤال التي نستفهم بها عن المكان؟ اللي هي أين يتعلم التلاميذ؟ تكون الإجابة يتعلم التلاميذ في المدرسة. واضح؟ 2. كتب فادي قصة جميلة. هل موجود في هذه الجملة مكان؟ لا. زمان؟ لا. حسناً، هل يسأل بها عن عاقل؟ ممكن. فقد تكون إجابة هذا السؤال ب من كتب قصة جميلة؟ أو ماذا كتب فادي؟ إذن هنا نقول من كتب قصة جميلة؟ أو نقول ماذا كتب فادي؟ وكلاهما صحيح. نأتي إلى الثالث، السؤال الثالث. أكل ربيع وجبة الفطور. قد نسأل عن هذه الإجابة ب ماذا أكل ربيع؟ وهناك احتمال آخر، من أكل وجبة الفطور؟ تكون الإجابة ربيع، ربيع أكل وجبة الفطور. فهنا أيضا إجابتين صحيحتين لهذا السؤال.
نأتي إلى الصفحة التالية. أكل ربيع وجبة الفطور مكررة، ننتبه لها أن هذه مكررة، وقلنا أنه ماذا أكل ربيع أو من أكل وجبات الفطور. وللتذكير ماذا نسأل بها لمعرفة المفعول به، فماذا أكل ربيع؟ وجبة. إذن أين المفعول به في هذه الجملة؟ وجبة. وجبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والفطور مضاف إليه مجرور. ننتقل إلى الجملة الرابعة، يذهب الطلاب إلى المدرسة في الصباح. يوجد هنا وقت، ما هي أداة السؤال التي نستفهم بها عن الوقت؟ متى؟ متى يذهب الطلاب إلى المدرسة؟ أو قد نقول ب، طالما هناك عندنا عاقل وهو الطلاب. ماذا نسأل بها لمعرفة المفعول به؟ فماذا أكل ربيع؟ وجبة. إذن أين المفعول به في هذه الجملة؟ وجبة. وجبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والفطور مضاف إليه مجرور. ننتقل إلى الجملة الرابعة، يذهب الطلاب إلى المدرسة في الصباح. يوجد هنا وقت، ما هي أداة السؤال التي نستفهم بها عن الوقت؟ متى؟ متى يذهب الطلاب إلى المدرسة؟ أو قد نقول ب، طالما هناك عندنا عاقل وهو الطلاب، من يذهب إلى المدرسة في الصباح مثلا؟ فتكون الإجابة يذهب الطلاب إلى المدرسة في الصباح، هذه أيضا تحتمل إجابتين صحيحتين. في الصف 30 طالبا، نستفسر بها هنا موجود عدد، فطالما رأينا أن هنا يوجد عدد فنريد أن نستخدم أداة السؤال التي نستفسر أو نستفهم بها عن العدد. كم طالبا في الصف؟ كم هي أداة الاستفهام المناسبة؟